السلام عليكم ورحمة الله. أزول فلاوي، أصدرت اليوم وزارة الداخلية بلاغ كشف عن تخوف العصابة من إعادة الحراك، من عودة الحراك، ومن غضب الشعب الجزائري في الوقت اللي هي قاعدة ترتب في انتخابات نتائجها معروفة مسبقا كما هو المعتاد، وانتخابات انقطعها الشعب كما العادة. هذا البلاغ واش يقول؟ يقول لك تحسبا للانتخابات المحلية ليوم 27 ذو الحجة 27 نوفمبر 2021، وبموجب القرارات الوزارية المؤرخة في 23 نوفمبر 2021، تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنات والمواطنين باتخاذ تدابير خاصة خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 على الساعة 0 إلى غاية يوم الأحد 22 نوفمبر 2021 على الساعة 5 صباحا، تتمثل في تأجيل كل التظاهرات الرياضية أو الثقافية السابق برمجتها في هذه الفترة إلى تاريخ لاحق، غلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها، منع سير مركبات نقل البضائع حصى ورمل وخشب ومشتقاته وكل مواد البناء الأخرى، وكذا صهاريج الوقود، منع نقل البضائع عبر السكك الحديدية. كما تؤكد الوزارة أن هذه التدابير لا تعني بتاتا نشاط الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه، وكذا حركة سير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية والتي تظل عادية. واش نستنجو من هذا البلاغ؟ أنك تمنع سير المركبات، مركبات نقل بضائع، وفي نفس الوقت تسمح بنقل المواد الغذائية، لأنك تقول يعني نشط الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة وتجزئة الخضر الفواكه يعني يبقى عادي، ومنع نقل بضائع عبر السكك الحديدية. وش تأثير نقل بضائع عبر السكك الحديدية، وش تأثيره على الانتخابات البلدية والولائية؟ الحكاشة مانيش فاهم، هي الحكاية وما فيها، الحكاية وما فيها هي تأجيل كل التظاهرات الرياضية، هذا هو الصح. لأنه الحراك تحضر في ملاعب كرة القدم، والناشطين الحراك الأساسيين هم أنصار فرق كرة القدم، عام وهما إلى قبل عام من 2014 من العهد الرابعة، وأنصار الفرق الكروية في الملاعب يخرجوا كل واحد كل أسبوع يخرج الغنية تدين النظام، تدين بوتفليقة، تدين العصابة، كاش نهار ما نديروهاش. دونك الحكاية هو أنه يلزم الاستاد يكونوا فارغين وما كاش مقابلات كرة قدم، دار يقول لك تأجيل كل التظاهرات الرياضية أو الثقافية السابق برمجتها. ما كان حتى تظاهرات ثقافية في الجزائر، الجزائر ما فيهاش ثقافة، ثقافة قتلوها لي فويون، ولي فويون ما يعرفوش الثقافة، مش عمل تظاهرات ثقافية، ما كانش لما كانت الجزائر دولة دار تظاهرة ثقافية إفريقية على المستوى الإفريقي، احتضنت المهرجان الإفريقي للفنون، ولا يعني كان شيء عظيم. الجزائر لما كانت ثقافة، الجزائر دات لا بالم دور تاع الفيستيفال دو كان في 75، فيلم تاع الخضر حامينا. نعم، إيه نعم، سي سا،
على هذه لما نتكلموا نقولوا كنتكلموا ما راناش نتكلموا من باب هكذاك بالفراغ، لا لأننا عشنا أيام المجد، عشنا كيفاش كانت الصناعة الجزائرية غازية أسواق العالم، لي ساك ماجيك سمعت يتباعوا في تاع سوني باك يتباعوا في أمريكان. الفريق الوطني تاع كرة القدم لعب دو كوب دو موند تونيو إيكيبمون سوني تاكس كاليتي. لي كاميون تاع سوناكوم ربحوا الرالي باري داكور قدام مرسيدس وصافيام وإينو وروحوا روحوا بيرلي وغيرهم. يعني عشنا احنا الوقت هذا وين كانت الجزائر نورمالمون اليوم رانا كثر من هكا رانا زدنا. لا جا ولاد حرام قصرها بدات من الشادلي الله لا يرحم فيها عظم، بدات منه هو عبد الحميد براهيمي هما بداو يكسروا في الجزائر في الاقتصاد الجزائري. كل المؤسسات اللي كانت تنتج كسروها. هل قلوا تظاهرات ثقافية؟ لكن إلا التظاهرات الرئاسية هي اللي مخوفتهم. غلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها. شنو راح تأثر عليك الأسواق الأسبوعية؟ يعني باش الناس ما يروحوش السوق يروحوا يفوتيو. لأنه كانوا تخموا. الناس يخرجوا للسوق يبروفيتي باش راح يفوتي. من الناس ما تصوتش ما تفوتيش. الناس فاقولكم فاقولكم الناس ما يصوتوش. نسبة المشاركات ديما ضعيفة وزيد. منطقة القبائل منطقة القبائل راكم تعملوا على فصلها شيئا فشيئا عن الجزائر. أنتم الانفصاليين يا ولاد الحرام، أنتم الانفصاليين. نظموا في انتخابات وعلى بالكم الشعب القبائلي يقاطعها وما عملتوا حتى شيء باش تصلحوا الامور وتنظروا الامور وقالوا اش كاين وعلاش رايحين توقفوا في الناس وفي الناس الاحباس وكذا وتهموا فيهم بالماك وبالارهاب. ماشي هذا هو الحل، لانه دماغكم مغلوقه، لانه نظرتكم محدوده، لانه ما عندكمش لا الكفاءه ولا المؤهلات باش تكونوا على رأس دولة. أنتم فويوات تقدروش تكونوا على رأس دولة. هذا الشيء راهو باين لما تخرج هذا البلاغ في حتى دولة اللي فيها ديمقراطية وفيها كذا ومنها ما تصير هذا. كيفاش انتخابات بلدية فيها دور واحد ثاني؟ يعني الدوفيس الاخرين راح يجيبوا 51%. لأنكم موجدينها، لأنكم موجدينها. كيفاش في بلدية فيها 20 قائمة راح يصيب واحد يخرج بعشرين بخمسين بعد 50%؟ كش منها؟ أنتم أنذال، أنتم ولد حرام، أنتم أعداء الجزائر. بتنظيم انتخابات مزورة تمشي وتزيدوا على كسر الجزائر وتدميرها. ربي يقدر الخير لبلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.